السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا لنهاية هذه الليستة، وبفضل الله ده آخر فيديو عندنا في الليستة. اتكلمنا في الليستة دي عن التايب سكريبت بشكل سريع وشكل مبسط بفضل الله. ده كده يعني تقدر تعتبر الليستة دي بداية للتايب سكريبت، وتكون فهمت يعني بداية مع بنسبة 50-60% من التايب سكريبت. تقدر بعد كده تستزيد منها عن طريق الدوكيومنتيشن، تخش للدوكس وتقرأ بقى عن كل حاجة عن التايب سكريبت، تفهم كل حاجة تاني برضو، وتمشي واحدة واحدة عن التايبس. تقدر بقى تستزيد من التايب سكريبت بعد الليستة دي، ان انت زي ما قلت لك الدوكيومنتيشن، ومفيش رهبة من الدوكيومنتيشن. يعني ما تقلقش، ايه الفكرة يعني؟ ما انا هقرأ عادي خالص، مثلا هقول له ذا بيزكس، مثلا دخلت على البيزك، ايوه ها البيزك فيها كذا وفيها مش عارف كذا، وابدا اقرا واحده واحده وافهم الفانكشن، والفانكشن دي مش عارف بتعمل ايه، والستاتيك تايب واللي احنا قلناه، والدايناميك تايب اللي هو ان انت بتدي تايبس معينه، مش الدايناميك اللي هي بتكون عن طريق الران تايم زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، وهكذا. ايه المشكله؟ اخش على الكلاسز، اخش على مش عارف كذا، اخش على الفانكشن، اخش على الاوبجكت تايب، اخش على كل حاجه. هتلاقي الدنيا بفضل الله مبسطه جدا. تبدا بقى تجرب انت بايدك، وتبدا تطبق تاني وتالت، والدنيا توضح معاك بالتفصيل بأمر الله. يا رب تكون الليستة دي واضحة وعجبتكم، وإن شاء الله نشوف لستات تانية كتير في القناة بأمر الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.